عليكم. صافا بخير بس عليك. الله يحفظك. لا يحفظك. علي. غادي نقول انا شخصيا كنشكر السي جلال الرئيس والاخوان اللي لقاو الطلب ديالنا باش يجيو يلعبوا معنا. الحمد لله انتم ماشي لعبتوا الكره، انتم لعبتوا كره ديال يعني ديال النفس ديال المقاتله ديال كاننا لاعبين بطوله. هذا هو الربح من هذه البطوله، ما كيهمش النتيجه ولا ربحتونا ولا ربحناكم، هو الدراري استافدوا، الدراري ديالنا استافدوا، استفدنا من البيوت، استفدنا من الكومبان، استفدنا من الهضره، من النفس، بان عندكم واحد النفس خارقه للعاده باش كتقلبوا وتربحوا. هذا هو، هذه هي الكره اللي كبرنا فيها حنا. هو كنا كنموتوا ونتقاتلوا باش نوصلوا باش نربحوا باش نديروا. انتم الحمد لله عندكم هاد الكيفيه هذه خارقه معكم، دابا طالعه معكم، هذه احسن حاجه. واحد لاكسيون درتوهم زوينين، فيهم لي زيندو، فيهم لي تير، فيهم لي كوت سيزو، فيهم هادشي كله مهم، لا بالنسبه ديالكم نتوما، لان حنايا زعما كان واحد المستوى اليوم مخير، وانتوما تعرفوا الفرقه الوداد ديال جلال هما الفرقه اللي وحده عذبات الدراري ديالنا، واستطعتوا النتيجه تكون 3-2، لان اللي جا كنربحوا حنا بخمسه سته اربعه، ما كنجوش على هذا السكور الاولاني. اول خسره غيخسروا الدراري هو اليوم معاكم، علاش؟ لان انتم لاعبين بواحد القوه وواحد الرجوله. الحمد لله كملوا، انتم كتلعبوا بطولات الوداد ديالنا حنا كيستافدوا، حتى هما كيلعبوا وكيتقاتلوا، حتى هما بداو كيتعلموا. كنتمناو مع الله تكون عندهم واحد البطوله الدراري باش يولي عندهم واحد الريتم. الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. الهدف اللي كان عندنا الحمد لله حققناه، هو ان يخرج كل شيء بخير وكل شيء مزيان. حتى الاخوان زعما ما شاء الله عليهم، العمل ديالهم باين وسط الملعب، يعني ما كاينش تحس بهم انهم ما كاينش خدمه، ما كاينش هذه، ولكن الدراري تبارك الله عليهم منظمين كانوا في الملعب. كانت شويه ديال النديه، كان شويه ديال الاحتكاك، كان شويه ديال القتاليه، هذيك الحويجات اللي هما مزيونين شفناهم. وان ما كتحسش انك ما راضيش تخسر، واخا ان مقابله حبيه ولكن ما راضيش انك، ولكن عاد تلعب الكره ديالك، كتسمع، كتحاول تطبق داكشي اللي كتسمع تمايا. الحمد لله مع الاستمرار مع هذيك غادي يكون الثمر ديالو ان شاء الله بحول الله. مرحبا تحيه. ما بقى ما يتقال المسائل التقنيه، ما يمكنش نتقدم الشيخ السي عبد السلام وحده السي سعيد وحده جلال، انا المهن ديالي وحده اخرى اداريه. ولكن انا تفاجئ صراحه كنت كنتفرج في الكوره بحال ما كيبان لي، لا كيبان لي لاعبين سينيور. عمر اجي انت كتشوف. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدين اخبار الفجر سبور، معنا السي عبد السلام الغريسي الهداف الكبير للبطوله الوطنيه، لاعب فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي، صاحب الهدف الرائع ضد المنتخب زامبيا سنه 1993 اللي اهل المنتخب الوطني المغربي لكاس العالم ديال 1994 بالولايات المتحده الامريكيه. الان السي عبد السلام الغريسي اضطر هاد الوليدات الصغيورين في اقليم ديال العرائش والقصر الكبير، شنو ممكن تقول لنا على هاد الاكاديمي السي عبد السلام الغريسي وفين غبرتي؟ شكرا خويا، شكرا للاصدقاء الناس العرايش كلهم عزازين علينا، وحنا دائما معاهم في الخدمات. وانت كتشوف اليوم درنا مقابله مع اخوان ديالنا المدرسه ديال السي عبد الجليل وسي اسامه من العرايش، وتلاقينا اليوم درنا واحد المقابله في المستوى اللي استفدوا منها هما واستفدنا حنا كمدرسه الجيش. وكما كيعلم الجميع الخبره ديالي، انا غبرت مع المدرسه هذا العام هذا، واخا دربت النادي الرياضي القصري ولكني ما كانش داك الشيء في المستوى، ولكن انا الاهم ديالي هو المدرسه. وهاد السنه هذه انت كتشوف خلقنا هاد المدرسه ديال الجيش الملكي بالتوأم مع الغريسي عبد السلام، مع المدرسه ديال الغريسي. وحنا غاديين دابا كنأطروا الوليدات وكنلعبوا باش نخرجوا شي لاعب ولا جوج في هذا الاقليم ديالنا اللي هو العرائش القصر الكبير، لان كاين موهبه عبدو ربي هو المرايه ديال هاد الناس اللي هنا، باش الا بان شي وليد ولا شي حاجه يمكن نعاونوه ونساعدوه باش ندفعوه للبلاصه اللي يمكن له ان شاء الله يكون فيها لاعب كبير. سي عبد السلام الغريسي مدير مدرسه عبد السلام الغريسي لكره القدم بشراكه مع فريق الجيش الملكي لكره القدم، وان شاء الله تعطينا المدرسه ديال السي عبد السلام الغريسي مواهب
وبحال سي عبد السلام المغريسي في التسعينات، بالاضافه للسي الصمادي، انا فلوس، مجموعه ديال اللاعبين الكبار وفي الفتره الزاهيه ديال فريق الجمالك. والعلاقه دائما عندنا، وحنا دابا ان شاء الله غادي نختموا بواحد المقابله الاخيره غتكون في المركز ديال الجيش الملكي اللي غادي نديو ليها الفئات كامله، وبعد العناصر اللي هي زوينه شتها انا غادي نضيفها وغادي نديهم باش يديروا واحد النهار كامل غنديروا به الاختتام في مدرسه الجيش الملكي، باش نشوفوا لا بان شي موهبه ولا جوج غيكونوا مؤطرين، غيكون المدير ديال المدرسه باش الا بان واحد ربعه ولا خمسه ولا ثلاثه شحال ما كانوا د اللعابه باش نضموهم للفرقه. وانت كتشوف الحمد لله حنا هاد الخدمه هادي حنا عملنا وخدمنا من اجل داك الطفل، باش الطفل يلعب ويحاول حتى هو يقلب على الفرصه ديالو باش يكون لاعب كبير كما خرجنا حنا. واخا حنا ذاك الوقت ما كانش مدارس، ما كانوش ملاعب مثل هادو يعني معتشبين، ما كانوش بزاف ديال لي مويان. دابا الحمد لله الكره ولاو فيها ملاعب ولاو فيها ناس اختصاصيين اللي كيجيبوا اللاعب وكيمشيو يقلبوا عليه باش يجيبوا المدرسه، بحال الاخوان ديالنا ديال العرايش. كاين واحد العشرة ولا ثمانية ديال الجمعيات كلها دايره فئات، هذا راه ربح كبير للمدينه والعرايش واللاعبين ان شاء الله اللي غيكونوا من هنا لقدام عندهم مستقبل. وكنشكركم، كنشكروا الموقع ديالكم. سبق قبل ما تسالي، اليوم لعبتوا مع مدرسه فريق لاراس سيتي، واش بانوا لك شي مواهب في المدرسه هذه اللي كانت الانطلاقه ديالها ماشي بعيده، ماشي بعيده بزاف، يلا قريبا ولكن الاحترافيه باش يخدموا هاد الناس، وانا حضرت المجموعه ديال التدريب ديالهم، واش كاين مواهب في مدرسه لاراس سيتي؟ انا سبحان الله فيما كنلعب مع شي مدرسه من العرايش ولا بد ما كيبانوا لي واحد اربعه ثلاثه العناصر سبحان الله. يعني انا موهبه يعني عندها مستقبل، وهاد اللعبه ديال لاراس سيتي ان شاء الله انا غادي نشوف مع الاخوان باش ملي غناخر اسبوع في هذا الشهر 6 يعني غيدخل شهر 7 السيمانه الاولى غادي نمشيو لهذا، غادي نحاول نادي على واحد ثلاثه ولا اربعه اللي شد دابا باش يمشيو معايا. في كاين هما ديال مصطفى في العرايش، كاين داك خالد، كاين واحد اربعه المدارس ولا خمسه، واخذ من عندهم انا واحد ثلاثة العناصر ربعة. دابا اليوم بانوا لي واحد ثلاثة الدراري مزيونين، يعني أنا كنبحث ونهار اللي غنمشي هادو واخا ماشي ديالي ديال مدارس أخرين، إلا مشاو تعزلوهم راه ماشي أنا اللي غنهضر، راه الناس زيولهم اللي غيجيو يهضروا عليهم باش يديروا معاهم كونترا ولا شوف اش غيديروا معاهم. أنا غير بحال واحد كنهضر على اللعابة لصالح المدرسة، لصالح كرة القدم المغربية عامة، صالح كرة عامة والمدرسة ديال الجيش الملكي. شكرا سي عبد السلام، الى اللقاء. شكرا.